لو نتواصل أيضا تنظيم الضباط الأحرار وعلاقة بالثورة الأم، يعني وصلنا إلى مرحلة 61 أثناء تخرجكم من الكلية. ليلة قيام الثورة أستاذ حسين، أين كنتم وماذا حصل بالضبط؟ ليلة الثورة كان كلنا على ما قلت لك ان اعلان درجة الاستعداد واعلان حالة طوارئ واعلان كذا على اساس انه تمويه للدفاع عن البتر فيما لو حصل عليه اي حاجة. طبعا هناك فيه اهداف اخرى وهي قيام الثورة واستغلال الوقت، لانه لولا كان قيام الثورة ومبادرة قيام الثورة فكان الثورة لم تقوم بعد 20 سنة. نعم. ليه؟ لأنه كان فيه توزيع للضباط. نعم. وكان فيه اعتقالات وكان 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 إلى آخره. معنى هذا أنهم كانوا يأخذوا علينا الأسلحة وكانوا يفرقونا وكان الموضوع يتلاشى وينتهي، وكأن الثورة والإعداد والتعب طلع بدون فائدة، ولكن كان الاستعجال هو من أسباب النجاح. طبعا ليلة الثورة كنتم متواجدين في كل الحركة. كنا متواجدين. نعم. هذا توزيع توزيع ليلة الثورة. نعم. وتقريبا كان في خطة معينة لتوزيع الوحدات القوات كلها حسب المهام التي كلفنا بها. نعم. مثلا فعندك مركز القيادة في كلية حربية. نعم. عندك دار البشائر، عندك الإذاعة، كذا هذه الأهداف المحددة، المهام هي حسب مهام معينة بخريطة وبخطة معينة. نعم. أعددتها القائدة القيادة التأسيسية أو قيادة الثورة. نعم. ما نسمي قيادة الثورة والمجموعة القيادية على أساس تنفيذها في الكل يعرف مهامه ويعرف واجباته. كان مثلا التجميع بداية الانطلاق مثل ما قلت لك أنه ما حصل يعني عدم تنفيذ عملية دار البشائر من قبل الأخوان اللي كانوا مكلفين، فبدأ مقدم عطلة الزيلان طبعا يعلن بداية التحرك. تحركت الدبابات، منها وصلت إلى باب دار البشائر والدبابات الأخرى إلى القصر الجمهوري ثم إلى الإذاعة ثم إلى بير خيران، بعدين المدرعات بقيادة أحمد الرحومي وأخذت بقيادة صالح الأشول، التبابت صالح الأشول وأحمد الرحومي أخذ اسمها المدرعات اللي هي العجل، والمدفعية محمد مطهر أخذت موقع لها في خزيمة. طيب حسن خيران على أي جهة؟ لا أنا كنت في دبابة محمد الشراعي الله يرحمه، وكنا نعتبر الدبابة الثانية. هل كنت قائد طقم أو كنت؟ كنت قائد المجموعة ومحمد الشراعي وكان الأقدم. فليلتها وصلت دباباتنا إلى دار البشائر، بس دخلت في اتجاه بيت رفعت. نعم. ووجهت المدفع إلى صوب الباب. فالمدفع صدم بالعقد. فعند الضربة انحشرت نفسها، انحشرت الدبابة، ما استطاعت الدبابة الأخرى تمر، ومن هنا حصل المدفع الزيت والهواء تفرع ويدي كان بكتلة الترباس فتكون. فالمقاومة بدأت بمقاومة شرسة على الدبابة حقنا نفسها، فنريد أن نخرج، ما استطعناش نخرج من الطائرة من فوق، نزلنا من الفتحة اللي تحت. هذه الفتحة كنا ندق، كنت أنا نزلت أنا بنفسي أدق لمحمد الشراعي يمين شمال على أساس الذراع يمين شمال لما خرجناها إلى ميدان التحرير. بعدين انطلقت الدبابات اللي بعدها والثانية والثالثة، وكل واحد أخذ موقعه. أنت أصبت أستاذ حسين؟ أصبت ليلة الثورة أنا ومحمد السراجي، عبد الله الراعي، علي أبو لحوم، حسين السكري، مجموعة، وبعد احنا سعفنا للقاهرة. طيب عبد الرحمن المحبشي عبد الرحمن المحبشي ومحمد الشراعي، بعد هذا الفترة طلعوا
يعني استغنينا عن الدبابة التي تعطلت، طلعوا ليلة الثورة، طلعوا التو المدفع المتحرك اللي مارد الثورة، فجاءوا به وجاءوا في المنطقة القبلية لدار البشائر، بدأوا بضرب المادر. فطبعا هناك شخص ما من أعوان البت نزل أحرق الدبابة بما فيها من الذخير والذي، واستشهدوا الاثنين. عاد كم في واحد قالوا هو ملجاكي او مش عارف من ايوه، فشخص ثالث وانتهوا الي. طيب استاذ حسن، لو ذكرك بالبلاغ اللي كنتوا تنادوا من فوق الدبابات البلاغ كان محمد السراجي ينادي للحرس. هل تعرف معي كان المنادي؟ محمد السراجي. أيوة. الله يرحمه، كان ينادي للحرس على اساس سلموا انفسكم للثوره، ستكون أنتم حرس الشعب وحرس الوطن بهذه العبارات. وأنا أقول لك لا قدرة الله سبحانه وتعالى، لو كان في اثنين بوازيك، لو كان شيء اثنين بوازيك فقط RPG، إنه اصطاد الدبابة الأولى واصطاد الدبابة الثانية وحشر الدبابة في الوسط واحرقوهم، لكن قدرة الله وحكمة الله أراد هكذا. أنا يعني رغم المقاومة بالرشاشة الثقيل بالمتوسط بالبنادق بالكله ما كان يأثر على الدبابة، لكن لو كان فيه حتى جرأة في اثنين ثلاثة بقوارير بترول أو يعني مقاومة الدبابات ظلمي يعني ظلام لا كهرباء ولا حاجة، أي واحد خاضي ممكن ينضج قنبلة من فتحة. نعم. لكن حكمة الله. الصور هذه طبعا هذه الصور تذكرنا بليلة الثورة. هذا محمد الشراعي، وبعدين الجوانب الثاني مجموعة من الأخوان اللي هم كانوا جناح المدفعية. هل حسين الخيران كان ماش موجود ثاني؟ أنا كنت مدرعات دبابات. هذه أيام الأولى للثورة. شوف دار الشكر، دار الشكر ضربت من خزيمة. نعم. من كان قائد مجموعة المدفعية محمد مظهر. نعم. ومعي حلم يتوكل وفلان وفلان وفلان. ايضا هذه ايضا خريطه تبين التحركات من ليله الثوره طبعا. هذه مراكز معينه ومشي متكمل، هذا مشي متكمل كامله، لانه الخطه كانت دائريه حول سنة. خطه اتباع المستهدف فقط دار البشائر ما هي تدريبا، لانه في بعض نواقص حتى البدر استطاع يهرب. أيوة أستاذ حسين، الآن أكثر الناس مش عارف مثلا دار الوصول الآن ما هو الآن؟ الآن القصر الجمهوري. القصر الجمهوري كان اسمها دار الوصول. كان دار الوصول. دار البشائر. دار البشائر بيت البدر. اللي هي الآن اللي في ميدان الشارع التحرير على منزلة واحد البوني. نعم. أيضا في أيضا أماكن أخرى. هذا ما هو. طبعا هذيك الإذاعة. الإذاعة. إيه حتى الإذاعة القديمة. طيب اللي على طريق الإمام. دار الشكر. أي دار الشكر؟ دار الشكر اللي في ميدان التحرير للمتحف العام. المتحف الوطني. المتحف الوطني. نعم. طيب أستاذ حسين، لو أبغى نستذكر معك يوم جاء بيان الثورة، أنت كنت في اللحظة هذيك أين؟ في البيت؟ أنا ما بل كنت في المدرف الأرضي. برغم أنك مصاب أيضا. برغم أن أنا مصاب طبعا مراعي، ما أنا أحد مصدق. عاشت مثل الجمهورية اليمنية العربية. وعاش الشيخ اليمني الأمين أخيرنا اليمن، إن الصبيان مهما ظن أنه قوي حسن، فإن إرادة الشعوب أقوى من أي قوة وأعظم الرسل لدولتكم. إذا فتشها والصبيان على الأرض بضربات الجيش القوي الذي آمن بواجبه تجاه أمته وبلاده، إن الله قد أراد لنا الحياة فلن نردنا إلى الموت طاغية ولا شقاء. أيها المواطنون، تتسمعون إلى تراكم من القيادة الثورية العليا. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية العربية. في عندما سمعنا بيان الثورة وأذاعت إذاعة الجمهورية العربية اليمنية، بدأت المقاومة من دار الشكر، لأنهم كانوا يفكروا إن الثورة مع الحسن ضد البدر. نعم. إن الثورة على البدر وهم أنصار الحسن اللي جاموا بالثورة. أيوه. اللي جاموا بالثورة. فبدعوا يضربوا علينا بالرشاشات من دار الشكر، من أيضا من حتى علي دار الحمد، من بعض المقاومة كلها كانت برشاشات وبندقية. فطبعا محمد مظهر من خزيمة الطلقة الأولى والطلقة الثانية وأنهم وحاربوا. هذه طبعا كانت آخر مقاومة في مصر. كانت لأول يوم
ما بعدها كانت هدوء 3-4 أيام وتأييد للثورة منقطع النظير. طبعا جاءوا الشباب من كل مكان، شباب المدارس، شباب من تعز، من الحديدة، من عدن، من كل مكان. عندما سمعوا الثورة هبوا للتجنيد على أساس التحاكم بالجيش والدفاع عن الثورة. تعيشي يا ثورة يمنية من الأحرار، تعيشي يا ثورة عربية لها أنصار، تعيشي كل جيل طالع من الصور، أنا قومية عربية وروح من بعد. مرانا الشعب أمحى أهل روحنا، برب الشعب هي من رب الله، برب الشعب هي من رب الله. المجموعة من الصور هي بحوزة اللواء الركن حسين علي خيران. وأنا أتمنى وارد حسين بأن تشرحوا للمشاهد الكريم عن الأسماء التي بجانبكم. أول حاجة هذه الصورة قد نشرت كثير، لكن سأعيد الأسماء على الترتيب: ناجي المسيلي، علي الجافي، عبد الله المؤيد، محمد مظهر، حسين شرف الكبسي، صالح العريف، علي عبد المغني الله يرحمه شهيد أو أيضا، عبد محمد قايد، محمد اللوزي توفى، حسين خيران. هذه الصورة الأولى. طبعا هذا كنت أنا التقطت لكم في الكلية، هذا وإحنا في الكلية الحربية كده، إحنا ملازمين. شو تذكركم عن كم؟ 61. 61 قبل الثورة يعني؟ قبل الثورة. الملازم أحمد الحوتي، الملازم حسين خيران، الملازم أحمد الناصر، الملازم علي قاسم المؤيد. هذا طبعا في ميدان ميدان شارع أو ميدان التحرير. ميدان التحرير. ميدان التحرير. إيه. أستاذ حسين، هل هنالك ما لم ينشر عن الثورة بلسان الثوار؟ في بعض الأشياء التي كانت أعراض الثورة أو أخطاء الثورة أو بعض الجوانب من قصور حصلت بعد الثورة لم تنشر، وأنا بعتبر أن أي ثورة لا بد لها من أخطأ. طيب وارد حسين، ما هي الكلمة التي يمكن أن تتكلمها بمناسبة العيد 40 للأجيال؟ أريد أن يتذكر الأجيال أن آباءهم الذين ضحوا وعذبوا وسجنوا و جلدوا ما كانوا إلا لأجل أن يعيش هذا الشعب ويعيش الجيل في سعادة ورخاء.